ينضم إلينا من بغداد باسل الكاظمي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ باسل، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تقرأ المشهد اليوم بعد هذين الانفجارين في كرمان، وإلى أي مدى سيكون هناك وتتوقع تصعيد فيما يتعلق بالحدود؟ بالبداية تحية طيبة لكم ولقناتكم المقرة والأستاذ المشاهدين. سيدتي العزيزة، اليوم ما حدث من هذه الانفجارين الذي في وسط إيران ومن هذه التشددات الأمنية وغيرها من قبل الجانب الإيراني، وفي هذا اليوم إن دل على شيء فيدل بأن الآن هنالك أطراف أو جهات نفسها التي استهدفت المطار بغداد الدولي آنذاك هي نفسها الآن تحاول أن تنقل رسالة أخرى. فإن نتحدث من هي الأطراف هي أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل هي لوحدها هي التي لديها المصلحة بهذا القصف أو بهذا الضرب الذي الآن قبل دقائق الذي حدث في داخل إيران. جانب آخر هي كذلك أمريكا وكذلك إسرائيل تريد أن تنقل رسالة بأنهم ليس لديهم رغبة بأن يكون هنالك تهدئة، يحاولون دوما وتكرارا أن يكون هنالك تصعيد. فمن خلال هذا الانفجار وإراقة الدماء تبين إلى الجميع بأن هذا التصعيد سوف لا يمكن بأن يمر مرور الكرام، وبالخصوص الجانب الإيراني نتوقع بالساعات القادمة هي سوف تكون حبلى بالمفاجآت. جانب آخر، الفصائل المسلحة المتواجدة في داخل إيران أو في الدول التي لديها علاقات ومصالح مشتركة مع الجانب الإيراني نتوقع سوف تحرك المياه الراكدة، وسوف يكون هناك تهديد إلى المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أينما كان، حيثما لاحظنا بأن هذا الانفجار لم يكن بأنه الذي بدأ في التهجم وغيرها هو الجانب الإيراني، هو الذي بدأ بهذه المسائل هو الجانب الأمريكي. البعض من المحتمل سوف يخرج من هنا وهناك ويقول بأن هذه جنبة إرهابية وهنالك قاعدة أو داعش أو غيرها، كل هذه يحاولون من خلالها الضحك على الدقون. هنالك مؤشرات ومعطيات التي تشير بأن أمريكا وإسرائيل هي المتهمة بهذه الانفجارين. نعم. ما هي التوقعات لجهة التصعيد؟ هل تتوقع أستاذ باسل سيكون هناك تصعيد إضافي واتساع لرقعة الصراع، خاصة إذا ما افترضنا بأن يعني هذا الحدث هو مرتبط بما يتعلق وبما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان على قطاع غزة؟ أكيد تحصيل حاصل بأن التصعيد نتوقع قلتها قبل قليل بالساعات القادمة أو الأيام القادمة، لا نقول الأيام القادمة لكون بأن الجانب الإيراني نتوقع سوف يكون لديه رد بالساعات القادمة، وهذا ينسجم مع ما يحدث الآن في غزة أو في فلسطين من الأحداث والقمع، لكون الجانب الإسرائيلي لا يمتلك ذرة واحدة من الإنسانية وهذه المسائل. فالساعات القادمة سوف تكون هنالك تصعيد. جانب آخر، الآن بصراحة نتوقع بأن حتى الجانب الأمريكي بأن يحذر رعاياهم ويحذر سفاراتهم ومواقعهم العسكرية بكل أنحاء العالم المنتشرين بأن يكون هنالك بأهب الاستعداد، لكون أمر إيران سوف ترد حول هذه المسألة. ما دام كان هنالك الاستهداف أو من بدأ بهذه المبادرة هو الجانب الأمريكي والإسرائيلي نتوقع الرد سوف يكون قاسي. جانب آخر، حول مسألة المباحثات النووية، هل سوف بأن هذه تؤثر على المباحثات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟ أكيد تحصيل حاصل تؤثر على هذه المباحثات وسوف يكون هناك تصعيد وتأزيم. إن لاحظنا بالفترة الماضية كانت هناك نوعا ما ترطيب للأجواء والتهدئة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لا الآن سوف تنقلب الطاولة وسوف تتغير ببوصلة المباحثات بين الطرفان. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. الأستاذ باسل الكاظمي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بغداد.